تاني تقرا ليه في الصوره تقرا في تطلع حواليك فهم عم تقرا العيله وثانك يو لاف كلاب ثانك يو ماكلارين ثانك يو كل حدا اجى راح بوقته
كمان طبعا كثير معروف مستر سويت نحن بنسميه مش لانه سيبون كثير طيب لانه عن جد هو انسان فيري سويت من اول مره بلشت فيه لهلا بضل مجتمع عنده وبضل مستضيف انا هلا ثانك يو كثير معروف مستضيف هلا 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 في عالم من بالبدايات نحن عم بنبنيه اوتوموتيف هو اصل واحد معنا من الجروب عم بحكي على رمزي فوت كمان وشخص عزيز علينا وشخص كمان كان معنا من اول ما بلشت الجروب شخص كثير كان جنرس معنا وعم بحكي عن رئيس نادي النجمه طبعا مثل ما انتم بتعرفوا نادي النجمه من احسن فوتبول كلوبز من لبنان نحن حابين نعطيه هيك تكريم صغير Thank you, Mr. Asad Saad. أنا بس حابب لكم كلمة أول شيء مساء الخير يعني عم شوف كل وجوه شباب يونغ بدي خبركم إنه نحن بلشنا سنة 2004 مواضيع نطلع رايدات سيارات يعني من حوالي 13 سنة هلا طبعا أنا ما بقى أطلع يمكن هذا الموضوع آخر مرة طلعت برايد من كذا سنة بس بدي لكم انتبهوا سوقوا على مهلكم اليوم عم نشوف إنه صار في كتير جروبات سيارات ما شاء الله كنا وقتها نحن جروب واحد نطلع 10 سيارات سنة 2004 وبعدين صاروا كلهم يعملوا رايدات فالله يقويكم. ثانك يو مستر اسعد. طيب في عنا كمان جيرل برودكشن شايفين جيرل برودكشن هن مسؤولين عن كل شيء في تصوير لنا اليوم بشكل عام حتى بالريفيوز انا بعملها على كل جيرل برودكشن صدقين ثانك يو جي امي يعني جيني وميلاد. في شخص من زيبر تخصصت بكيكم دقيقة عن السيرفيس على بيقدموها مساء الخير بنعرف نحكي عن زيبر از امريكان براند اللي هي من 1959 لامريكا نحن من لبنان اخذنا الوكيل ب 2004 زيبر هاز 3 برودكت اللي هي ريتيلي جوا وبرا اللي هي البروتكشن للسياره جوا وبرا والويندو تنت All our services in warranty. يعني كل سيرفيس بنعمل عنا عنده warranty سنة. والمشان ويندو تنت is lifetime warranty. فهي التارجت تبعولا هي to protect your investment. واحد بيشتري سيارة بمبلغ كبير you have to protect your investment. زيبر هيدي التارجت تبعولا to protect your investment.
اهلا وسهلا فيكم. نحن موقعنا اكيد كلكم تعرفوه بجل جديد على سي سايد رول، وعندنا هلا موقع جديد بشركه كمان. اوكي، وهيدا بدنا نقول اياه. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو زيمر، شركه عالميه غنيه عن التعريف، وهلا بقدم لكم سيرفيسز. وطبعا بذكركم انه ريفينيز اوتوماتيف نمبرز عم يطلع لهم ديسكاونت كثير كبير بزيمر. طيب الجراند برايز مثل ما انتم بتعرفوا هي رينو 3 ار اس مصروفه برا، اللاكي اونر بده ياخذها ندورها ونفيد فيها، بس طبعا مش قبل ما ينزل وراء الوكاله والقصص. رينو 3 ار اس كاب اديشن هي سياره ون اوف ذا فيفورت ديلي كارز. نحن درسنا كثير لنلاقي السياره تناسبكم لكم، حتى اذا انتم رحتوها سوقوها ما شفنا بيكانتو او شفنا من كوبر او الى اخره، حتى تشوفوا مين كار ما عنده الا هاي اند كارز ولقينا سياره من يا محمد انا اللي قلت هذا خذ جراند برايز. ما بظن ابدا اي كلاب موجود او اي بيج موجوده بلبنان عم تربح هيك برايزز، وهذا الفضل لكم مش الفضل لنا، لانه كل سنه ورا سنه عم يزيدوا عدد الممبرز، عم يزيد اهتمام بالجروب، عم يزيد اهتمام الشركات الموجودين بالبلد. مثل ما انتم بتعرفوا نحن بالكلاب موجود عندنا فيراريز، لامبورجينيز، ماكلارينز الى اخره. كل حدا مش بس عم يعرض سيارته بسياره غيره، كمان عم يعرض سيرفيس تبع الشركات. يعني اليوم الشركات اذا عم يقصروا مع ممبر من الممبرز، تاكد انه هذا الممبر حتكون شكوته مسموعه عند كل الناس، وهذا طبعا الشيء اخر شيء معقول يفكروا فيه الشركات بيأذوهم بيأذوا حالهم. That's one of the reasons. هذا واحد من القصص اللي بينزل الاوتوموتيف ناجح، ان احنا كل الناس عم تشارك برايهم، كل الناس عم تشارك مش بس بالسيرفيس حتى بالاسعار وبكل شيء من هالقبيل.